تحول حياته الثقافية والفنية إلى مسرح محمد السادس بعد عام ونيف فرضتها الجائحة، وتتميز هذه العودة بمهرجان الطرب الغرناطي في دورته 28 التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي حملت شعار عرفان بالجميل لفن أصيل، إذ أن الدورة سوف تعرف تكريم أعلام الطرب الغرناطي، سوف تعرف تقديم بعض الإصدارات الحديثة حول التدوين بالنوطة الموسيقية لهذا الفن العريق، وسوف تربط الجمهور الوجدي مع هذا الفن ذي البعد الإفريقي والمتوسطي والمغاربي. وبالتالي نتمنى التوفيق لهذه الدورة التي تنظم وفق التدابير الاحترازية وفق الحذر الذي تفرضه جائحة كورونا، فكل التوفيق لإبناء وجدة في هذا العرس الثقافي المهم. حقيقة كنوجه واحد الشكر كبير للمنظمين لهذا المهرجان الغرناطي، اللي الحقيقة كانت واحد الفرحة نحن كآباء وكأولياء لهذا الأطفال اللي كيشاركوا في هذا المهرجان من بعد كورونا. الحقيقة يعني كانت واحد الظروف كيعرفها كلش، اللي يعني كيعرفها العالم كامل، هذه الجائحة وما أثرت على وليداتنا نفسيين، وأنهم قوم أزمين ما كان لا أنشطة لا خرجات لا والو. يعني هذا الافتتاح يعني اعطانا واحد انطلاقه جديده مع وليداتنا، واحد الفرحه كبيره يعني انهم يشاركون بعد هذه الجائحه ومن بعد التاثيرات اللي اثرت عليهم. وكان كأم يعني في الحقيقه كنشد على الاباء، وكان يعني كنصيحه كنقول لهم انهم يعني خص وليداتهم يشاركوا في جمعيه اللي خاصه بهذا الغرناطي وبهذا الثقافه يعني نتاع اللي كتخص المنطقه الشرقيه، يعني عندها ايجابيات اكثر. يعني هذا وبنتي كتشارك وكتنشط مع جمعيه احباب الشيخ صالح، اللي في الحقيقه كان يعني كان واحد الدور كبير. يعني انا بنتي تغيرات، يعني ما بقاتش عندها وقت غير الهاتف وهذاك الشيء، ولكن عمرت وقتها ولات كتبحث في الثقافه تاع يعني تاريخ الغرناطي، بدات كتعرف الشعراء، بدات كتعرف قصائد، بدات كتعلم يعني العزف. الحمد لله عاد المهرجان وكما يقال والعود احمد، ونحن في غايه السرور والحبور لعودة المهرجان الذي ألفناه يعني ازيد من 30 سنه، وكما تلاحظون الان جو من يغمره الفرح والاغتباط من قبل الفنانين ومن قبل الجمهور كذلك. الكل كان متعطشا وينتظر هذا المهرجان بفارغ الصبر، سيما ان هذا المهرجان هو حافز كبير لانطلاق الانشطه ولممارسه الجمعيات لانشطتها بطريقه عاديه. طبيعه الحال هذا فرح كبير، ونحن نعود الى مسرح محمد السادس، هذا المسرح الذي كانت قد توقفت به الأنشطة هذه المدة مدة الجائحة. طبعا هذه الجائحة التي نرجو من الله أن يرفعها عنا فتعود الحياة إلى مجراها الطبيعي، والآن ها هو المسرح في أبهى حلة يحتفل بعودة المهرجان وبعودة الجماهير وبعودة الفنانين.